وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني قمة اليوم بتأتي تأكيد على جهود مصر لحشد كل الدعم للقضية الفلسطينية، وذلك انطلاقا من قمة القاهرة للسلام السابقة، يضاف إليها كذلك اللقاءات والاتصالات الثنائية للرئيس السيسي. تقييمك لهذه القمة والجهود المصرية التي سبقتها؟ يعني كما تكرمت وذكرت، فهي القمة دي بتركز على نقاط أساسية، لأن الوضع في غزة أصبح كارثي، وما ترتكب إسرائيل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يقتضي التدخل من كافة الأطراف. فالقمة هدفها أولا العمل على وقف القتال، لأن وصل إلى درجة ضرب الناس في المستشفيات وعربات الإسعاف والمساجد والكنائس وغيرها. أيضا بالنسبة للحالة الإنسانية، لأن لا تصل مواد غذائية أو أدوية أو حتى الوقود للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية، فده كله بيقتل الشعب من غير سلاح، يعني غير اللي بيقتلوا بالسلاح ففي عملية قتل أخرى بمنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء والوقود. أيضا يعني التوصل إما إلى هدنة إنسانية، هدنة إنسانية تكون يعني نسبيا طويلة، لأن الكلام عن 4 ساعات ده لا يعتبر هدنة، إنما هدنة تكون 3 أيام 4 أيام، وده متوقف على تعنت إسرائيل وطلبها بالإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. فكان موجود في القاهرة بالأمس المكتب السياسي لحماس المقيم في قطر برئاسة إسماعيل هنية، وأجرى مباحثات في هذا الشأن. أيضا بيكملها أمير قطر مع الرئيس السيسي، باعتبار ما للدولتين من علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل ومع حماس، بس أن ممكن التوصل إلى بلورة موقف وصيغة ممكن تؤدي إلى نتيجة. هذا يعني من ناحية أخرى، اليوم كانت ما يكون عليه الوضع بعد وقف القتال، لأنه قدمت عدة مشروعات. مشروع بأن يبقى في لجنة دولية، يبقى لجنة مشتركة من السلطة الفلسطينية ولجنة دولية، يبقى قوة رقابة دولية تشارك فيها مصر. مصر طبعا اعتذرت عن كل هذا، لأن لا نريد أن نتدخل. هناك أيضا رسائل واضحة يعني بتصر عليها القيادة السياسية، منها رفض تهجير الفلسطينيين، واليوم أيضا أكدت عليها قمة الرئيس السيسي وأمير قطر. هل ترى أن جهود القاهرة نجحت في تثبيت هذه الرسائل لدى قادة العالم، مثل رفض التهجير، نفاذ المساعدات، وقف العدوان؟ بالتأكيد، لأن احنا شفنا ده مثلا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية المجموعة 7 الصناعية الكبرى في طوكيو بعد جولته في الشرق الأوسط، ان هو بنفسه قال ان هم امريكا بترفض التهجير القسري، وده معناه مش بس في داخل غزه وانما ايضا بالنسبه لمصر. ايضا بيرفض ان هو يبقى في عمليه حصار ومنع وصول الاغذيه والادويه. فجهود مصر اسفرت عن مع الدول الاخرى طبعا أسفرت عن أن بقى في نوع من التغير في الموقف الأمريكي، في الموقف الأوروبي. الاتصالات المستمرة، يعني القاهرة هي مركز اتصالات بالنسبة للأزمة في غزة، احنا شفنا. نعم، هذا الأمر لا شك فيه. اليوم مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في القمة العربية الأفريقية، ألا تعد استكمال لطرح الرؤية المصرية التي قدمتها قمة القاهرة للسلام؟ يعني هو السعودية جديدة على القمة الأفريقية، ولكن مصر هي دولة أفريقية، هي المنشأة للقمم الأفريقية أساسا من 63 يعني، فبالتالي مصر بتقدم خبرتها وبتقدم مساهمتها، وما يقدمه الوكالة المصرية للتنمية المستدامة في أفريقيا بنقدم مساعدات، مدرسين وأطباء ومهندسين لتقريبا حوالي أكثر من 38 دولة في أفريقيا. فبالتالي مصر لها خبرة باستمرار. احنا شفنا لو احصينا عدد القمم الافريقية والمؤتمرات الفنية والصحية والزراعية والتكنولوجيا، عندنا في مركز المصري الدولي للزراعة بيستضيف الافارقة لدراسة التدريب على زراعة محاصيل مختلفة
بإقامة كاملة وتذاكر سفر كاملة لمدة 3 شهور. عندنا أيضا في الوكالة المصرية للتنمية بتستضيف أفارقة، بيجوا يدربوا في المستشفيات، بيدربوا في كلية الشرطة، في كلية الدفاع الوطني. فإحنا بالنسبة لنا أفريقيا يعني جزء من اهتماماتنا، من استراتيجيتنا، لأن إحنا دولة أفريقية مما لا شك في. السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.